قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذه الوصفة من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. افزع لي، اسمعوا لهذه الوصفة من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، وتناولوها صباحا ومساء ممزوجة باليقين وحسن الظن بالله والصبر والتصبر. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. أعيد: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر